وصلنا لآخر تحدي، وفي الخناقات الكبيرة لازم نبقى في ظهر بعض. التحدي ده اسمه في ظهر بعض. المتسابقين واقفين في ظهر بعض قدام كل واحد فيهم في ثلاث زراير. هسألهم سؤالين لكل فريق، كل إجابة صحيحة بخمس نقط. إجمالي النقط في الجولة الواحدة ليكم أنتوا الثلاثة 15 نقطة، يعني إجمالي الجولتين 30 نقطة. يا ترى مين اللي هياخدهم؟ جاهزين؟ يب. نبتدي التحدي. ما هو الفريق المنافس للأهلي في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عام 2021؟ هل هو كايزر تشيفز، الرجاء المغربي، ولا مهد بركان؟ أحمد ومي جاوبوا نفس الإجابة، وهي الإجابة الصحيحة، الرجاء المغربي، معاهم 10 درجات. وللأسف هبة ضيعت منكم 5 نقط. كده الرجاء المغربي هي الإجابة الصحيحة. نلف مع بعض. محمد وإنجي وكريم، دلوقتي أنتوا محتاجين جايزة كبيرة، فلازم تركزوا علشان خاطر التحدي ابتدى يبعد، يا إما هتكسبوا الجولة يا إما هتخسروا. نركز في السؤال اللي جاي. السؤال بيقول: كم عدد الأسنان في فم البالغين؟ 30، 32، ولا 28؟ بسرعة. محمد وكريم جاوبوا نفس الإجابة، وللأسف الاثنين غلط. اللي صح إنجي وأول 5 نقط. الإجابة 32. ممكن نغير مع بعض؟ السؤال بيقول: كم عدد الفقرات في العمود الفقري للإنسان؟ 44، 33، 22؟ مي وهبة جاوبوا الإجابة الخاطئة، واللي جاوب صح هو أحمد وخد 5 نقط. الإجابة 33. ممكن نغير مع بعض؟ سؤال، وده آخر سؤال في التحدي. ما هو الفريق الفائز بكأس السوبر الإفريقي عام 2003؟ الأهلي، الزمالك، الوداد؟ إنجي وكريم جاوبوا نفس الإجابة، ودي إجابة غلط. الإجابة الصح عند محمد وهو الزمالك. والفائز في فريق النهاردة أحمد ومي وهبة ب 65 نقطة، ومحمد وإنجي وكريم 40. خلص تحدي الليلة بفوز فريق أحمد ومي وهبة بسكور 65 نقطة، ومحمد وإنجي وكريم ما قدروش يحصدوا أكتر من 40 نقطة. شرفتونا، التحدي كان قوي جدا، وبكده يبقى ترتيب المجموعه الرابعه بعد الجوله الاولى بالشكل ده: فريق كريم ونور معاهم 3 نقاط وسكور 70 نقطه، فريق احمد ومي وهبه خطفوا الثلاث نقط بسكور 65، وفريق احمد ونرمين لسه ما فيش نقط معاهم بس سكورهم 45 نقطه، واخر المجموعه فريق محمد وانجي بدون نقط خالص بس معاهم سكور 40. استنوني بكره في تحدي جديد من تحديات الازواج على شقه العمر على القاهره والناس. هذا البرنامج برعايه